موقع أنا السلفي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المنافق دائما الذي يبطن النفاق والكفر ويظهر محاسن الأخلاق عنده كبر وعنده زهو، ولا يريد لمؤمن أن يحرجه أبدا. فإذا قال له المؤمن اتق الله أخذته العزة بالإثم، الأنفة والغضب والقوة والشدة بالإثم، أي دفعه كل ذلك إلى الإثم وارتكاب المعاصي، أو أخذته العزة القوة والغلبة والغضب والشدة بسبب الإثم الذي في باطنه يحاول أن يخفيه فيغضب ويشتد. وقد قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول له عليك بنفسك مثلك يوصيني. وهذا أمر نلمسه في واقعنا المعاصر من كثير من الناس قليلي العلم كثير الجهل، إذا قلت له اتق الله تذكره بربه سبحانه وتعالى. إلزم التقوى يا أخي، تراه كأنه لدغه عقرب، وذلك من سوء ما في باطنه والعياذ بالله. كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول له عليك بنفسك مثلك يوصيني، ويشتد عليه ويغضب. ولله ضر هارون الرشيد رحمه الله. هارون الرشيد يهودي تردد عليه سنة كاملة، له حاجة عند هارون الرشيد ولم يقضها هارون له طوال سنة كاملة، وهو يتردد على هارون رحمه الله. وذات مرة خرج هارون على دابته فتعرض له اليهودي وقال لهارون اتق الله، فنزل هارون من على دابته، نزل هارون عن دابته وخر ساجدا لله. فلما رفع رأسه قيل له يا أمير المؤمنين تنزل عن دابتك ليهودي؟ قال لا، تذكرت قول الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثم يتحدث القرآن عن صنف ما أحسنه، رغم أن الآية الثانية كانت في المؤمنين الذين يسألون خيري الدنيا والآخرة، لكن هذه نوعية ما أرقاها ما أعظمها. هارون الرشيد يفعل ذلك والناس في أيامنا يفترون عليه. هذا الخليفة الكبير العظيم الذي اتسعت رقعة البلاد الإسلامية في عهده اتساعا كبيرا، فتح الفتوحات وأعز الله به الإسلام وأهله، كان ينظر إلى السحابة وهي تمر فيقول لها أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك. هذا الخليفة الذي قرنوه بالبزخ والرقص والغناء وافتروا عليه، قرنوه بالمجون واللعب واللهو وهو منه بريء، هذا الذي ينزل حين يسمع كلمة اتق الله يخر ساجدا لله ويقضي حاجة اليهودي.